نظمت اليوم المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية سقهراس بالتنسيق مع كل من الأمن الوطني وأعوان الحماية المدنية حملة تحسيسية فيما يخص مخاطر المفرقعات والألعاب النارية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وذلك بتقديم التوعية والإرشاد لتفادي الأضرار التي تسببها هذه الألعاب الخطيرة للأطفال. مثلا أم تكون حامل، تكون أم حامل يدير مفرقع داخل الدار يخلع مواليه معايا، إحنا ماذا بينا أنتم هذا؟ حاضر مثلا ما يسمعش، هذا باش يسمعها. يولي يخلعها، يولي الشفاء في مشاكل أكبر منها. وحنا واش باغيين؟ باغيين في كان الصوت اليوم، في كان الصوت. ولا واحد يتخلع ولا حيوانات أليفة مثلا فرخ دير شردون عندك كل كناري يدير المحرق على المفرقعات يقص العينين عندنا إحصائيات بأنه يصاب العين يصاب حروق درجة أولى ثانية ثالثة يصاب حروق المنازل. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله يوم مولد النبوي الشريف. نطلب الحذر والحذر لأطفالنا، ما يديرشلوش لازم سبرسال مع عند اللي كان كيري وما يستعملوش في يصنع المحرقات، راهي خطر خطر كبير. رانا ولد اختي راه في السبيطار عمام من عينيه لزوز البركه وفي السبيطار درك مطيش.